القهوه هنا. متشكر قوي يا شيكو. بقول لك ايه؟ ايوه. هو لسه بيجي؟ لو بتسالي على الاستاذ عاصم، هو الحقيقه جه مره واحده وبعدين قطع، يعني لو مستنياه ما اعتقدش انه هيجي. لا انا مش مستنياه، انا بس المكان وحشني فقلت اجي شويه. المكان كله منور بيكي. طيه طيه، رد عليا يا طيه. في نبض يا اخوانا اهو، ضعيف بس احس بيه. فين الدكتور يا حوش؟ يعني ايه؟ كلوني يا باشا. يعني بعت الولا احمد سمير للدكتور زمان وعلى وصول يا باشا. فوق يا باشا ايه؟ فوق الله يسترها معاك. فوق يا بس بس ده. ايه في يا باشا؟ حاضر. الو منصور باشا، ازيك يا باشا؟ ازيك سياده اللواء؟ ايه بلغات؟ بلغات ايه؟ ورصاص؟ لا 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 يا باشا، ما عندناش الكلام ده. ايوه ايوه ايوه، ده يا جماعه على سايبنا صعايده بيحتفلوا بجواز ابنهم، يعني لا لا شويه كده في شنك، يعني ما فيش حاجه. لا لا يا باشا، هو حد يقدر يقرب هنا؟ ده انا عينك هنا على الشط، مش هتشوفك قريب يا باشا. طيب يا باشا، كان الله في العون، بألف سلامة يا باشا، بألف سلامة. ده فعلا شغل بلطجية وعصابات، وعشان كده حبيبي قفلت شركتك؟ أعمل إيه؟ الشركتين اللي بينافسوني في السوق شايفيني خطر عليهم، بعد ما خدت منهم حملة إعلانية ورا حملة إعلانية، قرروا إيه ده بينافسنا بجد، فقالوا يقطموني زي ما أنت شايفة. هما حاولوا يساوموني بس انا رفضت تماما. عملوا كومبينه بقى مع بعض وقرروا يبعتوا لي البلطجيه بتاعتهم عشان يفهموني بجد. بس برافو عليك يا عاصم ان انت وقفت له. عارف اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ ان انت مش تافه وبتاع كلام زي ولاد كتير. لا لكن هذه النتيجه يا جوليا. صاحب المبادئ ما يعرفش ياكل عيش في الزمن ده. ولا يهمك، كله هيتحل. دي خطوة نظيفة. اتفضلي يا مرحب يا مرحب. دي خطوة عزيزة. جاية برجلك يا بكحة يا بنت جودة الطبال، اخرسي خالص. لو فتحت بقك هعلقك من لسانك على باب البيت وخليك عبرة في الحتة كلها. انا مش فاهمة حاجة ابدا يا شحتة، فهمني يا اخوي ومن غير ما ازعق روحي، انت عارف غلاوتك عندي. حلو، يبقى تقولي لي بقى على حكاية العمل اللي انت عملتهولي ودمرتي بيه حياتي. عمل عمل ايه؟ طب حاضر، انا سمعك. انا سمعك اللي انت عاوزه، بس بالراحة كده وخد نفسك ومن غير يا اخويا ما ازعق روحك. قعد عليا ما ازعلك ابدا. ما تولدش يا بنت من بطن امه اللي زعل شحت السويس. انا لو منك ولا ازعل ولا احزن. تعمل في نفسك كده ليه؟ احمدي ربنا ان ده حصل دلوقتي واللي ما فيش تقع في الراس. مش بقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ وبعدين اصلا عاصم ده ندل. لا يا لبنى، عاصم مش ندل، انا اللي استاهل ضرب الجزمه. عمايل شحته الزفت ده خلت عاصم قفل مني. تخيلي لما يبقى واحد ابن ناس ومتربي بيتخانق مع واحد بلطجي على واحده بنت. لو انت مكان عاصم هتشوفيني ازاي بعد اللي حصل؟ يا حبيبتي عاصم، لو حصلت له مصيبه واحده من تحت راسك فهو كسب من وراكي قد كده. يا لبنى، عاصم ابن ناس ما استحملش كل المشاكل اللي شافها من ورايا، انا اللي جرجرت عليه المصايب دي كلها. وانت اللي سددت له ديونه، لولا انت كان زمانه مرمي في الكراكون، ده انت استخسرتيهم في اخوكي. اعمل ايه بس يا لبنى؟ انا بحبه، حبيته اكتر لما بعد عني. كل ما بفكر انه ما بقاش ليا بقى لغيري، ما بقى هنجنن. يا حبيبتي رجع لك فلوسك اللي خدها منك، وبعدين راح يشتري بيها دبله لواحده ثانيه. خلاص بقى يا لبنى، كفايه، ما تقلبيش عليا المواجع اكتر من كده. الا صحيح انت قلتي حاجه لهشام عن موضوعنا وعاصم،
انا لقيته عارف الموضوع ومحدش يعرف الموضوع ده غيري انا وانتي. لا طبعا يعني هو انا اصلا بشوف هشام وحتى لو شفته هقول له ايه يعني؟ لا طبعا ما ممكن يكون الواد شحته الزفت ده، ما انت عارفه بيرغي كتير. تصدقي ممكن لانه قابل هشام على القهوه وعارفه ايه المصيبه كمان؟ شحته طلبني من هشام. شفتي الوكسه اللي انا فيها؟ اه يا رب. ايه يا حنتيرة؟ شايف ايه؟ انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده، انا عملت اللي عليا، الحالة صعبة قوي ولازم يروح مستشفى. يعني ايه ما تقدرش؟ امال انا جايبك ليه؟ انا ما اقدرش اودي مستشفى. الرصاصة مبقتش في المخ، لكن اكتئاب مبقتش في المخ. لازمها تحاليل واشعاعات، اذا فضل على كده هيبقى في غيبوبة، واما هيتعرض للموت. اخلص! ضيق لازم يعيش. يعيش ولا يموت بس لازم يروح المستشفى. يوه! احنا نقول طول طول يحلبوه، ما نقدرش نروح المستشفى، في مليون بلاغ راح للبودرية، هنعمل ايه؟ يبقى كده محتاج لمعجزة. اعمل المعجزة، ابوس ايديك يا شيخ، اعمل المعجزة، اعمل اي حاجة. اعمل معجزة في اوضة زي دي ازاي؟ هقلبها لك مستشفى، اطلب اللي انت عايزه ويجيلك. طب عايزين حد يرعاه. اني مراتي ممرضة، هنجيبوها تراعيه. اهو حلها لك اهو. الامر لله. التلاتين ألف اللي أنا سلفتهم لك وديتهم لك عشان تجيب بيهم شبكة لعروستك هيرجعوا إمتى؟ يوه ده إحنا لسه بنقول يا فتاحي عليم يا رزاق يا كريم. يا ماما لو فتشتيني دلوقتي مش هتلاقي معايا 30 جنيه. يا حبيبي أنا بفكرك، ما أنت عارف هما دول اللي حيلتي. هو أبوك ساب لنا حاجة؟ يوه نفس موال الليالي اللي بتغنيك كل يوم يا ماما. مش هي دي الحقيقة، أبوك عاش فقير ومات فقير، كان فاشل. إنما بقى أبو عروستك ما شاء الله عليه ناجح طول عمره. شايف؟ شفت شغله؟ ما شاء الله. ولا الفرح اللي عمله؟ عمل حتة فرح إنما يرد الروح. وبوفيهات إيه؟ ده خد منك فلوس الشبكة وكمل عليها 100,000 جنيه علشان يجيب شبكة ألماظ بنته ويشرفها قدام الناس. يعني الفلوس على قلبه رزم رزم. ده أنت لو رفعت السجادة هتلاقي الفلوس مفروشة تحتيها. لما نشوف آخرة الجوازة دي. يا ساتر، ومالك كده بتقولها كأنك مخصوب؟ بس البت دي فهمها بصعوبة. أقول لها حالتي المادية تقول لي تعالى ناكل سوشي، أقول لها مستقبل وطموح تقول لي عزمني على سينما، ولما نروح المول تقعد تبص على الفاترينات وتشتغل بقى، دي عجباها، دي واو، دي أو ماي جاد بليز هاتهالي. طبعا ابنك بيتحرج ويتورط وأنا مش ناقص إن أتورط دلوقتي. وانت تعزمها ليه؟ ده ابوها مستعد يعزم مصر كلها سنتين تلاتة فطار وغدا وعشاء. يلا كده العشرة راحت عليك. انا قلت مفيش حل غير انها صريحة ففهمتها بالمحسوس يعني. قلت لها ان الازمة المادية عندي وصل للحنجرة وان الدفعة الجديدة من ديون العوض الكلاف ميعادها قرب خلاص مبقاش في وقت. على الله تفهم. Oh my God, please, فهمها يا رب. يا ساتر كل دي طلقات. ده يا عظمة ده؟ شفت يا جريشة؟ شفت يا أخويا. أنا لغاية دلوقتي لام من الواحدة قد إيه؟ قد إيه؟ أكتر من 45 ظرف فاضي. كويس، مش عايزين نسيب أي أثر ولا عظمة. ها؟ أنا شامم ريحة مغبرين بتعس حوالين الشاليه. يا راجل أنت عارف الناس دي مالهمش صاحب. بص مش عايزهم يشوفوني بالشكل ده أنت عارف. أه طبعا. بص ولا خد ال 100 جنيه دي بين رقهم بيهم، مش عايزهم يدخلوا هنا، فاهم ولا لأ؟ عيل. ماشي يلا توكل على الله. عيل. يلا 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 توكل على الله. ماشي يا كريش. ايه فوزي؟ فاق؟ لا ربنا لسه ما اذنش سعاده البيت. وبعدين؟ انا بقى مش عايزاك تحطي امل يا بيه عشان ما تتعبش. الحاجه دي بقى عدت عليا في المستشفى 5 مرات، 4 اتكلوا على الله، واحد بس اللي عايش وكرمه ربنا.
يعني واحد خاف فوقف وزي نفقدوا الامل ليه؟ ما هو يا سعاده البيت لو في واحد عاش في أربعة ماتوا. ساتر عليك يا فوزية، يا فوزية تفائلوا بالخير تجدوه، ارحميني شوية. ما تفوليش في وشي كده، يلا يا فوزية شوفي شغلك. يا ساتر كل شوية طاخ في وشي، طاخ في وشي، اهدى. عدي بقى يا راضية، صورة وحشة جدا. عدلي لا بتحدث، هو مخطوف أصلا يا ربي. تقيل. لابسه ورايحه فين على الصبح؟ مش قلتي ان ما عندكيش محاضرات مهمه؟ خارجه مع عاصم خطيبي. هنقضيها صياعه احنا بقى. سقوط كل سنه مش كفايه ها؟ هنفضل نسقط، ده احنا بنزق فيكي. فاكر بس اقول لك على حاجه، وفكك من جو الامهات اللي انت عايشه فيه ده. بقول لك ايه؟ هو بابي راجع امتى من السفر؟ انا عايزاه ضروري جدا. ويا ترى عاصم في الموضوع اللي انت عايزاه فيه ضروري جدا ده؟ يعني تقدري تقولي اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. الراجل ده هيستغلك، هو واهله طلعوا مفلسين ما حلتهمش حاجه، ابوكي جاب كل حاجه حتى الجولري هو اللي جابها علشان الناس ما تشمتش فينا لما يشوفوا الشبكه الرخيصه اللي جابها لك زفت ابن رشيده. طب بدل بابي هو اللي دافع، انت زعلانه من ايه؟ هو انت دافع حاجه من جيبك؟ انا فعلا ما عرفتش ربي. طب سلام باي. النهارده من الشركه اجازه على طول، انا مش هروح الشغل ده تاني ومش عايزه اشوف وش ضيقه فرحات في حياتي ابدا. وضيقه ذنبه ايه يا بنتي؟ ها خليكي حقانيه بقى، هو ماله؟ المشكله في البعيد التاني عاصم المنسي، هو ده اللي لعب بيك الكوره، مش ضيقه فرحات. ضيقه فرحات اللي انا عرضت نفسي للموت عشان انقذه هو. لما جه وقت رد الجميل غمض عيني وسد ودان وعمل فيها عبيط. بني ادم اناني وندل. لو سبت الشغل تبقي مجنونه يا دولت. حد يرفض النعمه اللي معيشانا؟ ده البيت مفتوح على حس المرتب اللي بتاخديه منه. وبعدين بسم الله ما شاء الله مرتبك عدى ال 2000، والراجل قال لك بنفسه هيعوضك ويزودك. لا وكمان هيتكفل بجوازك. يتكفل بجوازي؟ طب كان كفل بعلاج ابويا اللي سابه مرمي في المستشفى وما رضيش يدفع له ثمن العمليه، سابه يتقطع من الوجع وما صايبش عليه. فاكره ولا نسيتي؟ قالوا لي عمليه الكبد دي واجره الدكتور هتكلف 25,000 جنيه. معلش يا زينب، معلش دكتور، قول الحجازي الف سلامه. بس يا بيه انا كنت معتمد على الله عليك عشان خاطري يا عم. لما تجيلي فلوس هبديكي، انا مصدع دلوقتي مش ناقص كتر كلام. خدي دولت وروحي دلوقتي. بابي احنا هنسافر اوروبا امتى؟ بعد بكره. جميل يا روحاني. بموت يا زينب، بموت. ايه اللي فكرك دلوقتي؟ انا عمري ما نسيت، بس موضوع عاصم هو اللي قلب عليا المواجع. فاكره التهمه اللي كانت هتلبسها لك في ريال وتدخلك السجن؟ كفايه كفايه. فاكره فاكره يا دوله، فاكره وعمري ما نسيت. فاكره تمام يا باشا. قلت الحاج ابو زارع ورجالته عملت معاهم الواجب، حصل الرئاسه واصريت ان انا اعشي الجرمة ده كله قبل ما يركبوا الطريق ويتكلوا على الله بالسلامه. مش ولا جرنان جاب سيره الخبر ده ولا جمله مفيده. دي فرحات وشه كان في وشه وهو بيطلع السر للاقي. الله يا باشا، ايه نغمه التشاؤم دي؟ هو انت ممكن يعني تكون شاكك انه قام سليم لا سمح الله؟ دي فرحات مات قدام عيني يا صبري. سلم روحه صادي.
فكرت أكد على موته بطلقتين، لكن فجأة طلقة عدت من جنب ودني. فجريت الدارة في أي خن، رجالته فتحوا علينا النار في أربع اتجاهات، حبوا ينتقموا. الفوارغ بتاعت الطلقات ملت رمل الشط. بس بصراحة جون كده يا باشا، خطة تدرس فايف ستارز، اترقصوا على السبتة واتلزقوا على قفاهم. أنا خايف أكون أنا اللي خدت على قفايا. لا يا باشا لا، الله يرضى عليك، ما تشككنيش أنا كمان. أنت متأكد إنه فيص ولا دي فرحات مات قدام عيني يا صبري؟ ولا يمكن يكون عايش، لا يمكن. عاصم يلا اطلب التشيك علشان هنتأخر. اطلب التشيك احاسب يعني؟ هو انت دايما كده بتسحبي الكلام اللي بتقوليه؟ هو انت مش قلتيلي انا عايز اعزمك على اكل روشة في مطعم جامد جدا على حسابي؟ ها مش يعني انا مش فاهم يعني حسابك بقت حساب انا ازاي؟ يعني انا بفكرك بس يا حبيبتي مش اكتر، بفكرك. لا يا حبيبي، وعلى ايه تزعل نفسك؟ اتفضل، دول 200 دولار. حاسب يا عاصم، اصل بابي للاسف ما سابش غير دولارات، عشان كده قلت لك تدفع انت، لكن بدل هتزعل نفسك قوي كده اتفضل حاسب. بابي والله سو كيوت، سايب دولارات؟ لا كتر خيره. اولا انا كنت بهزر، ثانيا انت اللي زعلانه مش انا. يعني انت خلاص مش عايز تاخد الفلوس؟ عشان ما تجيش بعد كده تقول ان انا كان معايا وانكرت. لو سمحت الحساب لو سمحت. شكرا. عشيك عشوة يا حياتي، تاكلي صوابعك وراها. انا كمان جعانة لدرجة انك لو ما شلتش ايدك من عليا هاكلك. يا حبيبتي انا كل تحت امرك، مش دراعي بس، ده انا بعتهولك لحد البيت ومع السلطات وبابا غنوك كمان. خلاص بقى يا عاصم، بلاش تقلب الموضوع نكد. خلاص خد الفلوس عشان خاطري وما تزعلش. طب والله العظيم ما كانش قصدي ان انا ضايقك ولا اني احرجك. والله حرام عليكي، الموضوع مش موضوع فلوس. طب اما الموضوع ايه يا حبيبي؟ احكي لي مالك، احكي لي انا سامعاك. تيك يور تايم. اهلا، مساء الخير يا عاصم، انا سعيد قوي اني شفتك. مساء الفل يا فريد بيه، انا اللي سعيد اني شفتك. سلمي عليها لميا، انت عارفاها طبعا. اهلا لميا هانم. اهلا. دي بقى عروستك؟ عروستي. انت جميله بنت ضيا بيه فرحات. مظبوط. مبروك. انا ولميا قرينا خبر خطوبتكم في الجرايد، واحنا على الطياره راجعين من شرم الشيخ بعد ما قضينا شهر العسل. عقبالكم. مبروك ليكم، عقبال الجواز. مبروك ليكم انتوا، اوعى تكونوا رجعتوا عشاننا مخصوص. لا لا لا، هي صدفه. ما كنتش اعرف ان ديا بيه عنده بنوته اموره بالجمال ده. جميله اسم على مسمى. على فكره جميله، انا كان في بيني وبين باباكي صولات وجولات مع بعض، واحيانا نختلف احيانا نتعارك، بس بعد كل جوله كنا بنخرج انتين اصدقاء جدا. منهم جولة كان خطيبك شخصيا ليه طرف فيها، وانا مش هنساله ابدا الجميل اللي عمله معايا. يا فريد بيه حضرتك لسه فاكر؟ اوعى تنسى. لا 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 مش هنسى. انت اللي عملت كده؟ يا سفلة. ادخلي يا زينب ادخلي. معتذرة الدنيا ليه واقفة على نفسك اوضتك؟ كنت قلقان عليكي، وحشتيني.
بقالي كتير ما شفتكيش من ساعة ما خيالنا مع بعض، وسممتي بدني بلسانك اللي بيزقل دبش. ما تزعليش مني، سامحيني. اوعى تفتكر ان انا عايز اتحكم فيكي ولا اعمل عليكي ذكر ولا راجل، مش ممكن اعمل كده. بس انتي اختي الوحيده اللي مليش غيرها. عايز اعترف لك بحاجه، سر الاول مره. رغم انك اختي الصغيره، لكن فضلك عليا كبير قوي. مش بنساه ولا عمري حنساه، وحفضل اسير لي طول عمري. مش كده وبس، جزمتك كمان فوق دماغي، انك انقذتيني من السجن. لولاك كان مستقبلي ضاع. صحيح هو ضايع من قبل كده، بس قصدي كنت انا اللي ضيعت. حقك عليا يا دولت، انا السبب اللي خليتك تمدي ايدك وتسرقي. ما تزعليش مني، ما تزعليش مني يا اختي. حقك عليا يا هشام، انا والله العظيم ما كانش قصدي ان انا اطول لساني عليك. ما تزعلش مني عشان خاطري، ما تزعلش مني. وبعدين انا عارفه ان انت هتسامحني، عشان انت اطيب واحن قلب، انت عندك قلب عصفوره. مفيش حاجه موداني في داهيه غير العصفوره بنت العصفوره دي. تعرف انا من خيبتي عايز الطم وصوصو على حالي. حاجه ليا، ربنا يخليك لي ويخليك لي. اتفقنا خلاص، بس بلاش الاسبوع اللي جاي، خليه الاسبوع اللي بعده عشان انا مشغول شويه. اوكي تمام. ومعلش انا لازم مضطر استاذن عشان ورانا ميعاد مهم. لا ضروري اشوفك، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه، شغل تقيل قوي، انا محتاج لك ومحتاج ديا بيه كمان. موضوع كده هنستفيد منه كلنا يا عاصم، في خير كتير قوي. تمام يا فريد، فرصه سعيده جدا. باي 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 ست العراي، سلمي على بابي. ايه يا حبيبتي، ايه التكشيره اللي انت قابلتيهم بيها دي؟ في ايه ما تفهميني؟ مش هو ده عاصم اللي انت عرفتني عليه؟ خلاص ده كان زمان. في حاجة انا معرفهاش؟ لا بس كنت بجيب له شغل، افتكرته انسان محترم، طلع اكيل، اكل حقي في كل العمولات. لا 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 لا، انا ما احبش حبيبة قلبي الملكة الجميلة بتاعتي تفكر في الطوافي دي. شوفي حجم العمولات اللي كان عليك عاصم، وانا حياتي اكتملك بيها الشيك حالا. انسي من عنا الاثنين. بس انا مش زعلانه على الفلوس اللي راحت عليا، انا زعلانه على قله الاصل. بس بكره بنت ضياء فرحه بتكشفه وتعرف انه انسان خسيس. بلاش اعرف، بلاش اعرف. انا عايز اعرف، انت حرقه دمك قوي كده ليه؟ قول لك انسي، ما تيجي نتعشى عشان نتمشى. حياتي. روق سعادتك يا باشا، واضرب كوبايه الشاي دي عمر الجمجمه، عشان عايز عدم المؤاخذه اقول لسعادتك على حاجه كده. انا اكتشفت يا باشا ان في عيون في المنطقه رصد كل تحركاتنا، على كام ودن مرميه بتجيب دبه النمله وبتسمع انفاسنا، على كام مراخير بقى فشر الكلب قول بتشمشم ايه. وانا بصراحه يا باشا قلقان قلقان، يعني لريحتنا تفوح وتبقى مشكله. فوزيه ايه جديد؟ لا والله، بس الدكتور حنتيرة بيقول مش هيسيبه غير لما يخلص ضميره منه. ادي ربنا سبحان الله وتعالى قومه بالسلامه لحد حتى ما يصرف لنا البضاعه. انا مش عارف لو جرى له حاجه هنعمله ايه؟ دي مصيبه جريشه، مصيبه. مش ده اللي شاغلني سعادتك، انما اللي شاغلني صحيح حكايه البضاعه المتلتله في المخازن، وشكلها تفضل كده زي البت العانس مش لاقي اللي يدفع ويشيل. وسعادتك عارف يا باشا
البضاعة دي مدفوع فيها شيء وشويات، وكان اللي المفروض يصرفها ضيا بيه، ربنا يقومه بالسلامة بقى. دلوقتي يا باشا احنا لازم نعمله وقفة مع النفس ونسأله روحنا سؤال، هنعمله ايه في البضاعة ومين اللي هيصرفوها؟ هقاله حتى يرجع لنا المبلغ اللي اتدفعوا فيه. المصيبة ان كل الطلبيات اللي بنطلبها بتبقى على حساب ضيا، والطلبية دي بالذات جاي على اسم واحد كبير قوي في الدولة، جامد جدا، مش فاكر اسمه ايه، شعبان رمضان بدران، الله يحرقه، اسمه تاه من دماغي، دماغي مش عارفه اتجمع يا جدع. ده اذن سعادتك يعني ما تاخذنيش، احنا كده نبقوا في البلاله. ما هو سعادتك مفيش اي همزه وصل بيننا وبين المشتري، وكمان سعادتك ما تعرفش حد يوصلنا بيه. ايه انت قلت حد يوصلنا ليه؟ ايوه انا اجي في دماغي اللي يوصلنا ليه، دولة سكرتير الضية. دولة؟ ايوه ضية كان بيثق فيها اوي، وهي اللي كانت معاه في البيعة الاخيرة دي. معنى كده ان دولة دي تعرفوا الشاري؟ ايوه يا جدع، الضية كمان قال انه كاتب اسمها شيك بمليون ونص. ايه؟ سعادتك بتقول كام؟ مليون وايه؟ لا بعد اذن سعادتك اسمح بقى لخدامك وتلميذك يخرج عن صمته ويتكلم، طالما في شيك اتكتب باسم البنت دي يبقى دولة دي لازم تيجي حية أو ميتة سعادتك. وبعدين ازاي يتآمن لبنت زي دي على مبلغ كبير كده؟ ده حتى لو بتصلي على السجادة وفيها أمانة الدنيا أكيد هتخون. ضيا كان حريص إنه ما يذكرش اسمه مع الجدع ده، لأنه راجل مهم قوي ماسك حاجة كبيرة في الدولة ووراه بلاوي كتيرة، يعني ممكن يقع في أي لحظة ويجيبنا كلنا ورا. عشان كده ضيا كتب الشيك باسم دولة عشان لو حصلت الأمور أمور. طب يا باشا احنا يعني عدم المؤاخذة يعني هنفتحوا الموضوع ده مع سكرتيرته ازاي؟ احنا كده يا باشا لازم يتحسب كل حاجة زي ما قال الكتاب بالقلم والمنقلة. بكرة الصبح أنا وأنت هننزلوا مصر ونشوف هنتصرفوا ازاي. طب افرض بقى عدم المؤاخذة يعني البت برمت منينا وفضلت تفاصل، هنعمله معاها ايه؟ اللي بتقوله ده مش رايح عند دماغي، خصوصا لو البنت عرفت ان الضيه ممكن ما يقومش منها. يبقى بلاش نعرفها حاجه من دي سعادتك. ليه انت؟ وهنطلب منها الشيك بحجه ايه؟ ما بلاش عرض بقى جريشه، خليك صح شويه معايا. طب والحل يبقى ايه؟ هندخلوها امتحان، نجحت تبقى معانا ويا دار ما دخلك شر، سقطت هنكمله لوحدينا، بس يا حسرة عليها يا حسرة عليها.